السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بخوتي وخواتاتي والأميمات والأباء وبكل من كيتابع قناة سحر طبيعة. كنقول لي مرحبا وألف ألف مرحبا عند أختكم وعند بنتكم. اليوم إن شاء الله فيديو فيه مجموعة من الحيل أكيد ثم أكيد غادي تستفدوا منها ولو بفكرة واحدة. كيف ما كنقول لكم دائما حتى اللي ما عندكم ما تديروا بها أكيد دوز على راسكم وتنميوا هكا الرصيد المعرفي. علاش لا؟ هي اللي بساطه في متناول الجميع واللي دائما هاد النوع اللي كنتقاسم معكم اللي كل شيء يقدر يديرهم. غير يا ريت ما تنساوش اختكم وبنتكم واللايكاتكم، جزاكم الله كل خير. ما نطولش عليكم حبيبتي اكثر، نمشيو نشوفوا هاد الحيل ونشوفوا فيديو اليوم شنو فيه. بالنسبه لهاد الزرابي اللي كيكونوا عندنا كما كنسميوهم ديال كانيش، هادو اللي كيكونوا بحال هكا كنعرفوا مع المشي يعني مع العفايط، ولا مثلا فرشتي شي حاجه شي فراش فوق منهم ونعسي فوق منهم، شنو كيوقع لهاد الشعيرات هادو؟ هما انهم كيلبطوا كما كنقولوا هكا، كيتسبريسا وما كتبقاش عاطيه واحد، ما كتبقاش كما كنقولوا هكا مشعكه. خصها تكون بحال هكا باش كتبان لك راها الزربيه راها فيها الحيويه، وهذا ماشي بحال هكا ناعسه. باش ترجعوها ومن بعد ما يعني دوزوا عليها هكا باي باي ولا سبيغاتور ولا شنو عندكم، تاخذي غير مشطه سهله مشطه وكترجعي كتمشطيها بحال هكا في الاتجاه المعاكس، هي حيت الشعيرات ديالها هكا، انت رجعيهم بحال هكا مشطيها كامله. ويلا بغيتي تزيدي واحد الحاجه، انتم شوفوا الفرق من هاد البلاصه مع هاد البلاصه اللي مشط دابا، ها انتم شوفوا غير هاد البلاصه، شفتوا ها هي كتبان هاد لابارتي هادي مع باقي هاد المربع. الا بغيتو تزيدوا مثلا واحد الحاجه اللي زوينه انا كنديرها بعض المرات، هو انكم كتاخذوا اي مثلا كولونيا، انا غير هذيك فا تعرفوا فا اللي كانت قديمه البنات ديك كولونيا الخضراء، او لا اي معطر ديال الافريشه عندكم كنرشوه هنايا في المشطه وكنمشط بيه هكا، منها كنضرب عصفورين بحجر واحد، منها انني كنعاود نرجع هاد كانيش بحال هكا واقفه وعاطيه الحيويه هكا وتعجبكم الزربيه، ومنها كيدخلوا هذاك الريحه اللي هنا اي بارفان ولا غوطا حتى هو ديروه هنايا، منها البنات كتمشطوا ومنها هاد الشعيرات كتلصق فيها ريحه البارفان كتولي عندكم الزربيه زوينه بالريحه زوينه، نهار اللي ما تبقاش فيها عاوتاني الريحه عاودوها كذلك ومثال، وكتبقى دائما فيما كتدخلي للبيت ديالك اولا اي شومبر كتشمي فيه ريحه غزاله. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم، والى عجبتكم يا ريت نرجع نذكر خوتي باللايك، ما تنساوش ليا الله يخلي لكم كل عزيز وغالي، ونمشي ان شاء الله نشوفوا التدبيره المواليه. هنا البنات الغزاله جيت معكم لهاد التدبيره هذه، بغيت نشاركها معكم كاحتياط، يعني النهار اللي كتوقع البنات ربما انه يتقطع لكم الضوء على الثلاجه واحد النهار ولا يومين، اولا مثلا كنمشيو في الصيف، دابا حنا مقبلين على الصيف بزاف ديال الناس كيمشيو كيخيموا وكيقبطوا مثلا شي دار ولا شي حاجه وما كتكونش عندهم الثلاجه، وبغيتو مثلا نعناع هكا يا لالا شي كويز ديال اتاي على الصباح ولا في العشيه وكتشري النعناع وما كتبغيش يبقى بلا الثلاجه اكيد غادي يصفر وغادي يخسر. احسن طريقه هو انك كتقبطيه كديريه هكا كتخليه بهذاك العويدات ديالو، كتغطسيه في شي قرعه ولا غراف وكديري فيه الماء وكتخليه هكا، راه كيصبر مده طويله بعكس انه كنتي غير دايره هكا بلا ما غير في بلاستيكه ومخلياه، اكيد غادي يكحل اولا غيخمج ولا الا ما خمش غادي يصفر. خليه هكا يدوم معاك مده طويله حتى كتسالي الربيطه وكتشري ربيطه اخرى. هاد التدبيره اللي بغيت نشارك معكم، وفي حالها فحال القزبر ومعدنوس البنات كذلك، الا كنتو مثلا شاريه القزبر ومعدنوس وما عندكمش ثلاجه اولا لا قدر الله كتوقع كتخسر ولا شي حاجه، المهم غير عطيتها لكم في بالكم ديروها في بالكم باش هكا يكون يعني تكون عندكم المعلومه في الراس. قزبر ومعدنوس كذلك ومثال، كتشديه وكتحيدي منه دوك الشوائب داك الشيء وكتغطسيه هكا في قريعه بحال هكا فيها الماء وكتخليه راه حتى هو كيبقى خضر مده طويله بعكس انه يبقى بلا ماء. كنتمنى يا ربي الفكره تكون عجبتكم، ونمشيو نشوفوا الفكره المواليه. وندوز مباشره معكم للفكره اللي بغيت نتقاسم معكم البنات فيما يخص هذا المحلول اللي كنسقيو به الغرس لاصحاب العشاق النباتات اللي كيكونوا عندهم ديال الزينه في الدار وكيبغيو يعني سواء ديال الظل سواء ديال الشمس باش يبقاو خضرين مده طويله، وكتسقيوهم بعكس الماء ديال الروبيني اللي كيكون فيه الكلور اللي ما كنصحش به انكم تسقيو به الغرس ديالكم. الا بغيتو مثلا كان عندكم البير من الافضل تسقيو بالماء ديال البير، او ليلى كان عندكم ديال الروبيني كتشدوه كديروه في الغلاي كتخليوه حتى كيطيب بحال لا تعمروا به اتاي وتخليوه يبرد تماما، هذاك هو اللي تبقاو تسقيو به المحيبقات ديالكم. هذا المحلول هذا واعر البنات، هتقول لي شنو فيه؟ هذا الشيء اللي داير انا في القرعه
هو القشور ديال البنان. ملي تكون عندك البنان وكتاكليه ما ترميش القشور ديال البنان، خزنيه هكا، ديريه بقاي تخشيه هكا في القرعة، عمري عليها الماء وسديها وخليها فين ما تبغي تسقي الغريس ديالك. واحسن وقت تسقي الغرس دائما كنصحكم به، ما عمرك تسقي الغرس في الوقت اللي كتكون الشمس حارة ضاربة فيه، تسقى اما في الصباح بكري كيكون التربة باردة، او لا في العشية حتى كتبرد عليه الشمس عاد كتسقيه. مثلا في الليل راه داك الوقت ما كيتحرقش الغرس. هنا القشور ديال البنان، ها هما ديال الموز، درتهم هنا. هذا الماء، هذا المحلول هذا كيطلق فيه دوك الفوائد، وكيولي هذا المحلول احسن من الماء ديال الروبيني، كيخلي النبات ديالك خضر لمده طويله. ملي كتجي بحال هكا كتبقاي، انا دايره واحد الثقب هكا، كتبقاي تسقي هكا المحبقات ديالك. ملي كيبان لك ان القرعه خوات ممكن انك تضيفي فيها الماء، حتى تبقى تبان لك بان هاد القشور ولاو كحلين بزاف بزاف، عاد ممكن كتزوليهم وكديري يعني قشور واحد اخرين. هذا مكان يعني هاد المحلول او القشور حنا غير كنرميوهم، استغلوهم البنات، راه مفيدين للغرس بزاف بزاف. كذلك كان جاني تساؤل اخر من عند واحد السيده، قالت لي الغرس ديالي يعني كيجيه النمل بزاف وكيبقى ياكل هذوك الحشرات، كيبقاو يتقبوا لي الوريقات وكيتقبوهم، وفعلا النمل كيمشي للغرس. الا بغيتي تبعدي عليك النمل والحشرات كتاخدي التفل ديال القهوه، تفل القهوه اللي كيشد من القهوه كحله اللي كنعمروها، هذاك التفل ما ترميهش، غتخليه ديري فواحد الطويصه حتى كينشف هكا في شويه في الشميشه، وكتجي وكدردري هكا في التربه ولا رشي على المحيبق، المهم رشي هكا، هذاك التفل كيبعد كاع الحشرات وكيبعد النمل. كنتمنى يا ربي نكون فدتكم بهاد جوج معلومات، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. ايوا هنا تدي نجي معكم هنايا، حاجتي في واحد مزيودات حاري، غادي نقلعهم بما انني ما كنبغيش نحرمكم من اللون الاخضر وكنبغيش نحرمكم من الخضوره. انا جيت غادي نقلعهم قدامكم، غنقلع غير شويه باش غادي نقول لكم شنو غادي ديروا به، وغادي نشرح لكم مزيان. غادي نحاول ناخذ انا هادو اللي كيبانوا لكم هكا بحال بداو يبسوا، لان هاد المزيودات كندير منها جوج حوايج، انا كنخرج منها السودانيه وكنخرج منها الهريسه. السودانيه كنصوبها بهادو من بعد ما كنيبسهم، وكنخليهم حتى كيكرمو كيوليو هكا كما كنقولو مقرشلين، كنصوب بهم السودانيه كنطحنها، وهذه كتكون طريه. راه سبق لي وشاركت معكم بها السودانيه. انا دابا غناخذ غير شي وحيدات باش هكا نوريكم واحد الفكره، واحد عطات لي واحد المتتبعه مشكوره زوينه بزاف بزاف، غادي تهنيكم من واحد المشكل الا كنتو كتعانيو منه. صافي ها هما، شوفوا تبارك الله قداش ولاو. صافي ها هما، ودابا غادي نمشيو نوريكم شنو غادي ندير به. جيت معكم بالفلفله ديالي هنايا، العتبه ديال الباب هنا، غادي تشدوا تسمعوني يا البنات، غادي تقبطوا هكا المزيودات الحارين كما بغاو يكونوا، يا يابسين يا طريين، غتقطعوهم هكا تقطيع عشوائي يعني مربعات ولا طريفات، ديروهم في واحد الكاسرونه، ديروا عليهم الماء وخليهم فوق البوطه كيغليو مزيان، بحيث هذاك الماء يولي حار، يعني هاد الجهد ديال الحار اكيد غادي يطلق لينا في هذاك الماء، وملي غادي يولي حار غادي تجيو هنا غادي تكبوه في العتبه ديال بابكم. غتقولوا لي فاش غادي يليق، انا دابا غنحط لكم، انا دابا ما بغيتش نديرها حيت ما عنديش هذا المشكل هذا. غتقولوا لي فاش غادي ينفعنا، غادي ينفعكم في المشكل، قالت لي واحد الاخت متتبعه مشكوره، بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من القطوط اللي كيجيو قدام مثلا في الباطيمات او اللي كيجيو في الديور عاديين، وكيجيو كتجي القطه وكدير بيبي ديالها اولا كتقضي حاجتها في الباب، راكم فهمتوني، وكتوسخ الباب بريحه البول اعزكم الله، وكي هاد المشكل هذا كيبرزطكم. انا كنت سبق لي شحال هذه العام اللي فات تقريبا قلت لكم ديروا الخل، وبزاف ديال البنات اللي جربوها ولقاو عليها نتيجه، لان القطم اللي كيجي مثلا كيدير بيبي ديالو في واحد البلاصه كيمشي في حالاته، نهار اللي كيبغي يرجع كيدير هذيك البلاصه بحال الحمام ديالو بحال الطواليط، كيجي كيبقى يشمشم، ملي كيشم رائحه البول ديالو اعزكم الله كيرجع انه كيعرف هذيك البصره هي ديالو، كيعاود يقضي حاجته تما. هذا هو، وكنت العام اللي فات عطيتكم التدبيره ديال الخل، رشيتو هنايا في العتبه، كيجي كيشم ريحه الخل مجهده، كتضيع هذيك ريحه الخل رائحه البول اللي كانت عنده ديجا قبل باش يجي يشمها، وبالتالي كيمشي. بزاف ديال الاخوات راه في التعاليق جربوها لقاو عليها نتيجه. هنا التدبيره اللي بغيت نعطيكم ثانيه، هو هاد الماء اللي قلت لكم الحار ديال هاد المزاود، كتكبوه هنا ما تسيقوهش، غير كبوه هكا رشوه وخليوه. هي القطه ملي غتجي عاوتاني كتعود انها تجي
تبغي دير بيبي ديالها في العتبه ديال الباب ديالكم ديال الدار، غادي تشم ريحه الحار اولا، ما غاتشمش ريحه البول السابق اللي حطاته، وبالتالي غادي تهرب بحالاتها، ما غتعاودش تبقى دير لكم هذا المشكل هذا. كذلك اخت كانت قالت لي في السطح عندها هذا المشكل، قطه كتجيها من السطح للسطح، يعني من السطح للجيران كتنقز عندها، وكدير ليها هذا الشيء في السطح وكتوسخ لها السطح. هنا نقول اختي ديري هاد، ديري الخل وديري هاد الحار، جربيهم بجوج، راهي ان شاء الله غادي تلقاي النتيجه. هذا ما كان البنات، كنتمنى يا ربي الفيديو كامل يكون عجبكم، واللي عجبكم يا ريت ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، ولكم مني كامل الحب والاحترام والتقدير، كنبغيكم وكنموت عليكم. هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى، ومع الف الف سلامه.